وسائل الإعلام، أهلا وسهلا بكم بهذا المؤتمر الصحفي المخصص لعرض إنجازات الدورة العادية الأولى للبرلمان في دورته 19. سيتفضل معالي رئيس المجلس بعرض أبرز الإنجازات والمحطات التي مرت خلال الدورة الماضية، فأهلا وسهلا بكم. وثانيا سيفتح المجال لزملاء الصحفيين بعرض أسئلتهم على المعالي. تفضل معالي الرئيس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين. وبعد، السادة ممثلو وسائل الإعلام المحترمين، بداية يسرني وزملائي النواب في المكتب الدائم ومن حضر أيضا من زميلاتي وزملاء النواب أن نرحب بكم أجمل ترحيب في بيت الشعب، وأشكركم على حضوركم وعلى جهودكم في تغطية أعمال مجلس النواب، فأنتم الشريك الحقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، ولطالما كنتم السد المنيع والقلاع الحصينة في الدفاع عن الوطن وحاملاً أميناً لرسالته. إن هذا المؤتمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الأعمال والأحداث التي تدور في أروقة المجلس. فمن واجبنا الإيمان بدور الإعلام ورسالته النبيلة في نقل الحقيقة والتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على الأداء العام. لقد بدأنا أعمالنا في الدورة العادية الأولى من رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، التي وجه السلطات الدستورية لها في خطبة العرش السامي، فقد كانت النبراس الهادي لنا لما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع، وعليه عزمنا على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم. يمكن وصف الدورة العادية الأولى للمجلس 19 أنها دورة تجذير المسار الديمقراطي تشريعيا، ذلك أن العمل التشريعي طغى على أجندتها منذ بداية أعمالها، وهو الدور الذي أنيط بالمؤسسة البرلمانية لاستكمال مسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك من خلال تشكيل لجنة ملكية لهذا الغرض. فهذه الدورة كانت من أهم المحطات البرلمانية خلال العقود الأخيرة، وذلك لما تضمنته من تشريعات على مستوى الدستور أو قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البرلمان 11 الذي انطلقت أعماله عام 1989 دشن مسار التحول الديمقراطي في البلاد، إلا أن هذا المسار تعرض بفعل عوامل خارجية في الأساس إلى تباطؤ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية أمنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهي التحديات التي قابلها أيضاً جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.
كما أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء نتيجة لفهم الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك لمجمل تلك التحديات والتحولات. فكان إطلاق عقد تجذير التجربة الديمقراطية هو مشروع الدولة الأردنية الذي أنيط بالبرلمان خلال دورته الماضية، حيث تعامل النواب على مستوى اللجان والهيئات العامة في المؤسسة البرلمانية مع هذه المسؤولية بكل جدية واقتدار. نعم، بكل جدية واقتدار، على مستوى فتح باب النقاش أمام القوى السياسية والمجتمعية أو عبر النقاشات التي تمت تحت قبة البرلمان، حيث استمعت المؤسسة البرلمانية بكل إصغاء وتفهم لكل الآراء التي كانت في الفضاء العام والتي تراوحت ما بين خطاب يدعو إلى الذهاب لبناء أردن متخيل يتجاوز من وجهة نظرنا ممكنات الواقع وظروفه الموضوعية، لينحاز البرلمان في النهاية إلى مقاربة الأردن الممكن من خلال تشريعات تجذر التجربة الديمقراطية حزبياً وانتخابياً من جهة، وتحافظ على مصالح الدولة من التضارب من جهة أخرى، عبر حماية مصالح الدولة العليا وأمنها الوطني، وهو ما يعني في ذات الوقت حماية المسار الديمقراطي ذاته. إن المؤسسة البرلمانية راعت الانفتاح على كافة وسائل الإعلام وتعزيز ما أمكن من سبل تعزيز التشبيك الحقيقي، خدمة لدور المؤسسة البرلمانية التشريعي والرقابي، مؤكدين أن البرلمان سيبقى مشرعا أبوابه أمام كافة وسائل الإعلام، معتبرين بذات الوقت أن كافة الملاحظات والمتابعات الواردة إلينا من قبلكم هي معززات إضافية تسهم بالنهوض بدورنا ودوركم. وانطلاقا من دور المؤسسة البرلمانية في الدفع بهذا المسار، ندعو القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط الجاد في مشروع التحديث السياسي من خلال بناء تجارب حزبية فاعلة تمتلك وعي مسؤول بمصالح الأردن والأردنيين، وتراكم على منجزات الدولة خلال القرن الماضي، وهذا على مستوى المهمة التاريخية التي نهضت بها المؤسسة البرلمانية. إلا أننا نحتاج اليوم وعبركم أن نفكك بعض المفاهيم التي يجري فرضها على الرأي العام والتعامل معها كمسلمات، ومن أهمها الحديث المكرور عن الثقة بمؤسسة البرلمان وتدنيها، وهو مفهوم يستند حسب مطلقيه إلى عدد من استطلاعات الرأي التي نحترم القائمين عليها، ولكننا نعتقد أن هناك العديد من الملاحظات العلمية والعملية التي تعتريها، أي التي تعتري عملها، حيث أن مسألة الثقة بمؤسسات الدولة أصبحت لازمة يجري الحديث فيها في كل مناسبة استداداً لتلك الاستطلاعات، وهو برأينا ما يتناقض مع الواقع المعاير، حيث كانت جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أكبر اختبار لثقة الأردنيين بمؤسسات دولتهم، وهو ما كشف عن إيمان عميق من الشعب الأردني بهذه المؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية والمؤسسات العاملة في مختلف الحقول والمجالات والاختصاصات، وذلك على حد تقديري يعود لإيمان الأردنيين بدولتهم ومؤسساتها بوصفها رأس مالهم الكبير ومنجزهم المتفرد الذي لا يمكن التفريط به تحت أي عنوان أو ذريعة. ويضاف إلى مفهوم الثقة بمؤسسات الدولة واجب التصدي لمحاولة تهميشه قسرا، ومحاولة إسباغ مفهوم على المزاج العام المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نحترم، على اعتبار أن هذا المزاج العام هو تعبير عن الرأي العام، وهو ربط غير علمي وغير دقيق، ويأتي في إطار
تزييف وعي الأردنيين بذاتهم وبدولتهم ودورها ومكانتها كذلك، حيث أن مفهوم الرأي العام يقف على جملة من المحددات والحقائق ويبتعد كثيراً عن الخطاب العاطفي أو الشعبوي الذي يجري دفعه إلى واجهة النقاش دوماً. السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميون المحترمون، إن العالم يمر اليوم بتحولات دولية كبرى في ظل حالة استقطاب دولي غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تفرض تحديات تطال دول العالم وعلى التحديد الدول النامية منها على مستوى توفر السلع الغذائية وتفشي البطالة والفقر. وعند النظر لأثر الصراع الدولي في أوكرانيا الذي وضع القارة الأوروبية أمام تحديات كبرى تهدد أمنها وتماسكها، لا بد هنا من الإشارة إلى أن الدولة الأردنية تحملت طوال العقود الماضية سلسلة من الأزمات الدامية في سوريا والعراق وفلسطين، دفعت بملايين اللاجئين إلى بلادنا ورتبت أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية. تمكنت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية من تجاوزها بكل حكمة وصبر وتضحية لتأتي جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتساهم في تفاقم الأوضاع في الإقليم والعالم، وهو ما يستدعي منا كأردنيين الالتفاف حول دولتنا وقيادتنا الهاشمية للعبور بالأردن إلى بر الأمن والأمان. السادة الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام، إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية أردنية، حيث يقوم جلالة الملك بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم أن يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف. وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته الخارجية أو على مستوى البيانات والمواقف البرلمانية على التمسك به، كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس صمام أمان يحول دون تهويد المدينة المقدسة أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة من خلال ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني. وهنا لا بد من التأكيد على أن الأردن كان على الدوام يقف إلى جوار الشعب الفلسطيني، حيث كان الجيش العربي وتضحياته أكبر شاهد على الدور والالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية في سياق الدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها وعزتها وكرامتها. ولم يتبدل هذا الالتزام كذلك عندما جنح العرب إلى السلام، فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك ممسكاً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تمارس اقتصادياً وسياسياً على الأردن. وهو إن دل على شيء إنما يدل على أن الأردن وقيادته الهاشمية عبر تاريخها كانت وستبقى تنحاز لثوابت الأمة ومصالحها مهما كانت التضحيات والتحديات. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا اليوم نضع بين أيديكم ملخص أعمال مجلسنا في دورته العادية الأولى التي أنهينا أعمالها، مغتنماً هذا المؤتمر الذي جمعنا بكم لأتقدم بالشكر لكم باعتباركم تمثلون السلطة الرابعة الشريكة لنا في الرقابة والمتابعة، شاكرين لكم نقدكم البناء الذي ساهم بتحديد مواطن الضعف والقوة بغية تصحيح تلك المسارات التي شابها الخلل وتصويب الأخطاء أينما وجدت. ويسرني أن أضع بين أيديكم ما تحقق على الأرض من إنجازات تشريعية أكدنا خلالها على أهمية الخروج بمخرجات تشريعية مدروسة تنسجم مع واقعنا العملي والإجرائي. عقد المجلس 65 جلسة، كان نصيب الرقابة منها 7 جلسات، وفي تلك الجلسات أقر المجلس
14 مشروع قانون وقانون معدل فيما تقدم النواب بأربع اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، هذا في الجانب التشريعي. فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح واحد أحيل على اللجنة المختصة. أما في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب حوالي 400 سؤال، وردت الإجابة على 301 سؤال منها، فيما لم ترد الإجابة على 91 سؤالا، وتم سحب 4 أسئلة وأدرج على جدول الأعمال 51 سؤالا نوقشت في المجلس تحت القبة، وتم تقديم 15 استجواب وردت الإجابة على 5 منها ولم ترد الإجابة على 10. وبلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة والسيدات النواب 52 مذكرة، تمت الإجابة على 36 مذكرة ولم ترد الإجابة على 16 مذكرة. فيما دأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها، فعقدت 300 واجتماعين من ضمنها 17 زيارة ميدانية، ولا زال في عهدة اللجان الدائمة 45 قانونا مؤقتا ومشروع قانون، بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 18-19-20. السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميين الكرام، بين أيديكم تفصيل أكثر عن المنجز بشكل دقيق، شاكراً لكم حضوركم وتعاونكم المستمر. وأضيف أن هنالك الكثير من الإضرابات والاعتصامات التي قام المجلس سواء من خلال اللجان أو من خلال بعض مجموعات النواب أو من خلال رئاسة مجلس النواب أو من خلال المكتب الدائم بحل هذه الاعتصامات بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطة التنفيذية. أشكر لكم حسن استماعكم وأتمنى أن أرى ملاحظاتكم وسنجيب عليها أنا وزملائي بالممكن. الأخ منصور المعلى زميلنا وزميلكم سيدير هذا اللقاء من حيث إعطاء الدور للسادة الراغبين، السيدات والسادة الراغبين بالحديث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الرئيس. بالرغم من الاوضاع الاقليميه الصعبه اللي كانت تحصل في الاقليم، الاردن كان ماضي باصلاحات سياسيه واكدت على اجراءات الانتخابات النيابيه، والان هذا المجلس يمر بحزمه مهمه من الاصلاحات السياسيه. ما هو المطلوب باعتقادك من القوى السياسيه للمشاركه في الانتخابات القادمه والمشاركه في الحكومات البرلمانيه القادمه؟ على الشق الاخر، الاصلاح الاقتصادي، هل سوف نشهد في الدورة القادمة شركات استثمارية أو دورة عادية حكم من الإصلاحات على الصعيد الاقتصادي؟ شكرا جزيلا. شكرا. سؤال مريض؟ ناخذ بعد كل 3 أسئلة بنجاوب. عفوا بس أعرف عن الزميل ورجعتهم. يعطيكم العافية جميعا أبو العيسى بن أبي العيلة. سيدي الآن بعد القرار هذه الجملة من القوانين في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب 19، هنالك بعد قانون الانتخاب وتعديل الدستور وضمن هنالك شكل جديد لمجلس النواب. سؤالي حول النظام الداخلي الان، كيف سيكون شكل النظام الداخلي الجديد للمجلس وهو القانون الذي يوقف هذا البيت التشريعي؟ شكرا. زميل الله شكرا معالي. أنا سؤالي بس محدد والله في النظام الداخلي، النظام الداخلي تطرقت إليه في بداية الدورة على أساس إنه يكون يتكلم على أول جلسات الدورة أو المرحلة الأولى. شو أهم أو أبرز ما يتم أو سوف يتم تعديله في هذا النظام؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى شكرا. تسمح لي أخ منصور؟ بدي أجاوب من حيث انتهى الزميلين رامي وعبد الله.
حول النظام الداخلي. النظام الداخلي قدمنا مقترح من مجموعة كبيرة من النواب يمكن يزيد على 90 نائب، وهذا المقترح أحاله الرئيس بمقتضى صلاحياته إلى اللجنة القانونية. لكن لانشغال اللجنة القانونية بقوانين الإصلاح والتحديث، منظومة الإصلاح التي كانت هي أهم قوانين لدينا على هذه الدورة والتي أشرت إليها في حديثي، حقيقة هذا الانشغال هو الذي حد من يعني وقت اللجنة القانونية للنظر فيها. وبمقتضى النظام الداخلي لا نستطيع إحالته إلى أي لجنة أخرى، لازم يحال إلى اللجنة القانونية، فأحيل. الآن هو تحت الدراسة وهو من الأولويات التي يعني يضعها المجلس في مقدمة أولوياته، لأن هنالك من المواد الكثيرة في النظام الداخلي أصبحت تخالف الدستور بصيغته الجديدة بعد أن عدل الدستور وأصبح تعديل الدستور نافذ المفعول. هنالك نصوص كثيرة تتعارض مع الدستور، سنقوم بتغييرها أو إلغائها أو شطبها، وهنالك أيضا نصوص تجود العمل البرلماني أكثر فأكثر، وهنالك نصوص أيضا ستعيد بعض اللجان التي سبق واندمجت في اللجان الموجودة حاليا في النظام الداخلي، وذلك لتخفيف الضغط على هذه اللجان وإعطائها يعني مجال لكي تعمل. يعني ما بصير إنه يعني اللجنة القانونية تنظر في قضايا السلوك وقضايا النزاهة وقضايا مكافحة الفساد، كل هذه أنيطت باللجنة القانونية إضافة لأعبائها الكبيرة في القوانين وفي النظر بالنظام الداخلي وغير ذلك. ولذلك هنالك تعديلات سترونها في قادم الأيام إن شاء الله في الدورة القادمة، أو إذا لحقنا في الدورة الاستثنائية، لكن لا أعتقد في الدورة الاستثنائية لأسباب كثيرة. لدينا، عطفا على السؤال الأول أيضا، لدينا في المرحلة القادمة مجموعة قوانين اقتصادية، سيكون هنالك قانون الاستثمار، وسيكون هنالك قانون جديد للضريبة العامة على المبيعات أو قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وبعض القوانين الاقتصادية التي تناسب الإصلاح الاقتصادي الذي عزمت عليه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك. وأنتم تعرفون أن اللجان في الديوان ما زالت تجتمع لتضع صيغة للإصلاح الاقتصادي في المستقبل، لتضع خطة اقتصادية قد ينتج عنها، وسينتج عنها، مش قد يعني سينتج عنها بعض التشريعات وبعض القوانين التي سينشغل بها المجلس في قادم الأيام. ونعدكم باسم المجلس الكريم بأننا سنولي هذه التشريعات التحديثية كما أولينا التشريعات السياسية التحديثية كل الاهتمام، سنولي هذه القوانين الجديدة كل الاهتمام وكل التقدير، وسنجودها وسنقدمها للشعب الأردني بالصيغة التي نعتقد أنها تناسب مجتمعنا وتناسب اقتصادنا. شكرا. زميل بايد الأمير. شكرا معالي الرئيس. صوت بلغ. شكرا معالي الرئيس للمؤتمر وعلى الاستفاضة للحضور. أنا أعتقد هذا المجلس سيسجل التاريخ أنه عمل إنجاز ديمقراطي تاريخي، لأن هذا المجلس استطاع أن ينتج قانون انتخاب يضعنا على سكة الإصلاح الحقيقي. قانون الانتخاب يدخلنا إلى الحكومات الحزبية ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار. بس مش مشكلة، يعني ذكرت الاستطلاعات الرأي تقول إنه دائما مجلس النواب ثقة المواطنين في أقل من المؤسسة، وهذا اعتدنا عليه ترى من 89 من 93 لغاية اليوم. دائما في استطلاعات الرأي تشير إلى أن مجلس النواب الثقة فيه أقل من المؤسسات، لكن أصبح من هذا المجلس عمل إنجاز تاريخي وسيسجل التاريخ لهذا المجلس، سواء قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب أو التعديلات الدستورية اللي عملت شيء جديد في حياة السياسية، وأكيد المواطن
المواطن سيرى اثرا ملموسا لهذا الانجاز التاريخي. لكن معالي الرئيس، وين المشكله اللي تخلي المواطن يقول والله انا، او استطلاع الراي يقول انه والله ثقه مجلس النواب اقل، مع انه المجلس لازلت اقول هذا مجلس تاريخي بالانجازات اللي عنده. شكرا. الزميل خلون سير. السلام عليكم. معالي ابو فيصل يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل من السلام من وكاله الافاق. اهلا وسهلا. استعرض حضرتك انجازات مثل ما تفضل الاخ، انجازات يعني عظيمه على مستوى مجلس النواب. ولاحظنا الفتره الاخيره هنالك انجازات على مستوى اجهزه الدوله من جائحه كورونا لليوم. لكن معالي الرئيس، من ضمن النقاط اللي حضرتك حكيتها نقطه كثير مهمه وهي بناء الثقه. الا تعتقد ان هنالك فجوه كبيره جدا بحاجه الى منظومه وبحاجه الى اصلاح حقيقي ما بين الشعب ومؤسسات الدوله المختلفه ليتم تتويج هذه الاجراءات؟ وبعكس ذلك اعتقد مهما عملنا من انجازات وثقه ما بين الشعب والمواطنين وهذه الاجهزه، لا اقول معدومه ولكن تكون ضعيفه، اعتقد تذهب الى هذا. شكرا. تسمح لي اجاوب؟ تسمح لي اجاوب؟ لانه السؤالين على الثقه الاخ ماجد والدكتور. حقيقه يا اخوان، انا لي راي شخصي في هذا الموضوع، وسبق لي ان قلت هذا الراي امام محطات تلفزيونيه كثيره في سابق الايام قبل ان اكون رئيسا لمجلس النواب. وانا البرلمان اذا بقي فرديا ستبقى هذه الثقة متدنية بصراحة، لأن البرلمان لا يصلح إلا بالعمل الجماعي داخل المجلس. العمل الجماعي داخل المجلس بمعنى كتل أو أحزاب. ولذلك كنت دائما أدعو إلى أن تكون الانتخابات حزبية. يعني في زملاء جوز من اللي موجودين لا يشاركوني هذا الرأي، وهذا حقهم، كل واحد عنده رأيه. أنا رأيي أن الانتخابات يجب أن تديرها الأحزاب، يجب أن تديرها الأحزاب. بدون أحزاب لا يوجد عمل سياسي حقيقي أو عمل برلماني حقيقي. ولذلك قلت في يوم من الأيام، وأخذت علي لأنها اجتزئت اجتزاء، قلت أنه يعني عملنا بصف ديكور، لأنه إحنا لما نكون 100 أو 130 نائب إحنا 130 حزب، وهذا لا ينتج، لا ينتج. قد تكون لدى أحد النواب فكرة من أجمل ما يكون، لكنه لا يستطيع حشد التأييد عليها. ولكن لو كانت هذه الفكرة من خلال حزب، يتحاور حزبه مع حزب ثاني بشكله أغلبية في المجلس وبشكله رأي، وبقدروا يعملوا منتج لهذه الفكرة. المنتج هو مشروع قانون أو قرار ملزم للحكومة، لأن الحكومة تكون غالبا من الأغلبية الحزبية التي في البرلمان. لما نهجت الدولة في منظومة التحديث السياسي الجديدة، لما نهجت النهج الجديد باتجاه تحزيب البرلمان أو جعل البرلمان حزبيا وتطوير قانون الأحزاب، أنا كثير سعدت بهذا. سعدت بأن نظرتي السابقة الآن تتحقق على أرض الواقع، وسعدت أكثر أنني كنت يعني مع الاحترام للجميع أنني أرأس المجلس في هذا الظرف الذي جاءت به هذه القوانين التي تصلح المنظومة السياسية، فتحقق أملي. لكن بعد، بالنسبة لي يعني شخصيا، بعد فوات الأوان، يمكن في قادم الأيام أكون ما أكون نائب، لكن هذا وطن، الموضوع مش شخصي، مش شخصي بقدر ما هو قناعة من أجل مصلحة الوطن. لما يكون هنالك برلمان حزبي بعتقد الثقة بتكون غير، لأنه أنت الشعب، أنت اللي اخترت هذه الأحزاب. أما فردي، والله يا أخوان في الدائرة الواحدة بجوز ما بتلاقي النواب متفقين، يمكن متفقين على طريق يمر أو على مركز صحي أو على بناء مستشفى أو على موضوع خدمي، لكن على موضوع سياسي بجوز ما تلاقي أبناء الدائرة نفسهم الأربعة الخمسة العشرة بجوز ما تلاقيهم متفقين على رأي. بس حزبيا لما يكون هنالك بلوك حزبي في المجلس، وأنا شفت العالم وغيري كمان كثير من النواب سافروا وشافوا برلمانات العالم اللي فيها الأحزاب متجذرة،
وحتى في دول والله ما كان فيها أحزاب، دول شمولية شفتها يعني، وصابتني الغيرة على بلدي إنه لازم برلماننا يكون حزبي. ولذلك أنا بعتقد هاي الثقة مردها إلى الفردية في العمل، والفردية لا والله فلان بطل، والله فلان شاطر، والله فلان بيحكي. يا عمي بحكي وبحكي فلان وبحكي فلان، وصحيح جريء وكويس وصاحب رأي، لكن هل هو منتج؟ هل أنتج شيء رأيه؟ ما أنتج. ولذلك أنا بعتقد مرد تدني الثقة هي فردية العمل البرلماني. عندما تصبح جماعية في المستقبل إن شاء الله بنهاية هذا العقد، بداية العقد الجديد، يكون عندنا برلمان حزبي كامل، ويكون عندنا عمل سياسي بحيث إنه الناس بعد الانتخابات تقيم العمل الحزبي وما بتقيم العمل الفردي. آسف إذا أطلت، شكرا. وجود قسم قوانين تشريعيه في هذه الثوره بالذات، خاصه قانون الانتخاب، بنى ثقه كبيره لدى المواطنين انه اليوم المجلس وذكر معالي الرئيس انه اليوم الناس ينظرون للنواب لا يناقشوا قانون الانتخاب، انه يدفع انه الوحيد البلد انه مناقشه قانون الانتخاب، بالعاده هيك الناس يعتقدوا ايش؟ يعتقدوا انه مناقشه قانون الانتخاب هو وحيد المجلس، يعتقدوا ذلك. هو اليوم انتخابكم بنفسه من غيرتكم على الوطن ناقشتم هذا القانون، وهناك ايضا قوانين معينه، اليوم عدم مناقشه ارتفاع الاسعار كما ذكرت في هذه الورقه التي نحملها، وموضوع الكهرباء بنقاش عام ادفع بين الراي العام. بعض الاسئله مع الفيصل، تعداد الدستوريه الاخيره ومده الرئاسه لمده عام، هل سيمجلس النواب سؤال للمحكمه الدستوريه بهذا الخصوص؟ هل سيكون هناك انتخابات بعد الدوره الاستثنائيه القادمه؟ هي نقطه ممكن في وسائل الاعلام قاعدين نشر النقاش فيها. اللي هي مده رئاسه مجلس النواب، اي سنه؟ انا بدي اجاوبك. هي سنة، وحيكون في الدورة العادية القادمة انتخابات رئاسة مجلس النواب. النظام الداخلي تحدث عنه زملائنا كثيرة، وقضية تأخير حتى الأسئلة النيابية، وهذا ما يشغل أيضا الناس، وخاصة تحدثت معاليك عن موضوع العمل الجماعي والكتل، هل سيكون ما قبل النظام الداخلي، هل سيكون تعزيز عمل الكتل؟ يعني يكون هناك مجلس إعلامي للكتل كما نشر في بعض البرلمانيات، هناك سكرتارية تنفيذية للكتل كما نشر في بعض البرلمانات، وهذا يساعد على تنشيط هذه الكتل وعملها في عمل جماعي، وهذا في بعض وكثير حوالي من 7-8 وشات عمل كانت هناك توصيات في هذا الخصوص، بعيدا عن تغييرات في النظام الداخلي بشكل عام، يعني بعض التوصيات تساعد على ذلك. القضيه الاخيره اللي نتحدث فيها بعدين من المعاليق، قضيه ممكن نحكي عن الدور الرقابي في مجلس النواب، اللي هذه الدوره كان مغير بسبب الحزمه التشريعيه اللي شهدناها جميعا، وكل يوم يتحدث عن هذه الحقبه اللي اشرت اليها. هل تعتقد معالي الفيصل انه نقاش اللجان وخاصه اللجنه الماليه لتقارير ديوان المحاسب ممكن نعطي دور رقابي مختلف عن الدور تحت القبة، وهذا كمان يجوز لصاحبين كنا نشهد في بصراحة بالنقاش اللجنة المالية في الدار كان هناك دور مهم، لكن لم يتم التركيز عليه ممكن بشكل كبير، ذلك ما أثر على الدور الرقابي في مجلس النواب، يعني بصراحة كنا نشوف بعض الجلسات لمناقشة قرار ديوان محاسبة جدا. شكرا. شكرا. أنا بس بدي أشير لشغلة بالدور الرقابي أخي سلطان، يعني مش ما كان مغيب نهائيا. الحقيقة كان في كل جلستين تشريعيات في جلسة رقابية. بس بدي أضيف شغلة، كان النواب حتى خلال الجلسة التشريعية يمارسون الرقابة، وكانوا يثيروا مسائل، ولم أكن أمنعهم. أنا كرئيس للجلسة ما كنت أمنعهم، وكنا نمارس الرقابة حتى خلال الجلسات التشريعية. ولذلك الدور الرقابي لم يغب للمجلس، وكان حاضراً، وكان هنالك ما يستجد من أعمال، وكان هنالك مناقشة أسئلة وأجوبة وحول كل القضايا التي تهم المواطنين. فإطلاقاً ما كان هنالك تغييب للدور الرقابي ولم يكن مغيباً. تنشيط الكتل يعني موضوع صعب جداً، يعني حاولنا بكل الوسائل، حاولوا في فترة النواب في مجلس أو مجلسين سابقين
تنشيط الكتل وجعل لها دور في النظام الداخلي، لكن مهما نشطت إذا لم يكن هنالك أحزاب الكتل حقيقة بظل موضوعها أقل بكثير من موضوع الأحزاب. مع الاحترام، شكرا. زميلي هذا المسجد معالي الرئيس، يعني ما ظل كثير من الزملاء حكوا كثير عن امور لها علاقه بالمجلس، بس الورقه اللي قدمت معاليك قبل في البدايه هي ورقه سياسيه بامتياز، يعني تحدثنا فيها عن جوانب داخليه وجوانب خارجيه. الجوانب الداخليه اين مجلس النوبه في الموضوع، في موضوع الاصلاح الكلي في الموضوع، حتى في الورشات التي تعقد في اكثر من مكان، واين مجلس النواب في موضوع اللجان المشاركه، واين مجلس النواب في موضوع السياسه الخارجي. تحدثت معي عن اكثر من جانب في الموضوع الخارجي، واعتقد ان دور مجلس النواب يعني اشرت له العليك في اشارات معينه، اين مجلس النواب في هذا كله؟ نعم شكرا. الحقيقه معلش منصور، أنا حتى ما أنسى أنا أنه بهمني، يعني أنا بحترم كل الموجودين وبهمني أني كل واحد أعطي الإجابة اللي بسأل عنها. حقيقة دور مجلس النواب في المحيط العربي، مجلس النواب مشارك في البرلمان العربي، له كما لأي دولة عربية 4 أعضاء ويشاركون بنشاط حقيقي، أنا أحدهم، يعني أنا أحد الأعضاء الدائمين في البرلمان العربي وقديم منذ تأسيسه، ومعي زملاء آخرين يقومون بدور فاعل في البرلمان العربي. أيضا في الاتحاد البرلمان العربي الأردن كان له الرئاسة وقام بدور فاعل في الحقيقة في المواضيع المطروحة على جداول أعمال الاتحاد البرلمان العربي. والآن عندنا دعوتين متتابعتين، دعوة للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة بناء على طلب الرئيس، الرئيس هي رئيسة مجلس النواب البحريني، وسيمثلنا فيها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ هيثم ووفد محترم من النواب، وسيشاركون بفعالية، وهنالك يعني جدول أعمال وهنالك أوراق يعني حضرت لهم وأعطيت لهم ليشاركوا بفعالية. في البرلمان الدولي أيضا يشارك النواب، لكن صحيح احنا يعني ينقصنا ان نسوق حالنا اعلاميا، خلينا نعترف بهذا. يعني في البرلمان الدولي يشارك الاردن في كل اجتماعات البرلمان الدولي، ويمكن يحكي لك الاخ هيثم كان مشارك، كان رئيس وفدنا في البرلمان الدولي قبل شهرين زمان، وانتخب نائب رئيس في البرلمان الدولي في ذلك الوقت. أيضا مشاركين، وقضايانا العربية نطرحها وقضايانا الأردنية أيضا نطرحها من خلال هذه المؤتمرات. ما بعرف عن إذا سألت عن شيء ثاني سوى المشاركة. تقدم تقارير من الوفود أو من رؤساء الوفود الذين يحضرون هذه المؤتمرات، تشارك اللجان في ورشات العمل الداخلية والخارجية، وتذهب اللجان أيضا عندما يلزم الأمر في زيارات ميدانية، طبعا كلها بعلم المكتب الدائم وبعلم رئاسة المجلس، يقدمون حسب النظام الداخلي طلبا لي للاجتماع بمؤسسة معينة للذهاب إليها، وتذهب اللجنة للاجتماع بالمؤسسة وتبين ملاحظاتها وتقدم تقرير مفصل بذلك. الجان تفضل. أسعد الله صباحكم جميعا بعد إذن معالي الرئيس. عندما سأل الأخ الجهاد عن الاجتهاد أمس عن موضوع البرلمان والدبلوماسية البرلمانية، حقيقة يعني أنا شرفني معالي أبو فيصل قبل أقل من شهر برئاسة وفد برلماني رفيع المستوى مع إقامات برلمانية. حقيقة هذا كان أقيم في جزيرة بالي في إندونيسيا للأمانة، وليس لمحنة اللي شاركنا، حقيقة كانت مشاركة فاعلة للوفد الأردني من حيث
الكلمة الختامية للمجموعة العربية. تعرف أن الاتحاد البرلماني تقسم إلى مجموعات جيوسياسية، فكانت الكلمة الختامية كانت للبرلمان الأردني. أيضا تم انتخابي طبعا بدعم من إخواني وزملائي الموجودين نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وترأست يوم كامل لهذا الله. أيضا كان نستغل الوفود التي تشارك للأماني، تشارك بفعالية زي ما حكى معالي الرئيس، وأيضا نقيم يعني نستغل الوقت أيضا بعدد لقاءات جانبية مع الوفود البرلمانية المشاركة. شكرا معالي الرئيس. شكرا. وبدي أشير إلى أنه بمنظومة الإصلاح الاقتصادي اللي تعقد في الديوان الملكي يشارك عدد من رؤساء اللجان، يمكن بين الأخ فراس العجار من رئيس لجنة الطاقة يشارك بفعالية بهذه اللجان. وتذكر أول عهدي في الرئاسة بداية الدورة عقدنا البرلمان العربي في الأردن، استطعنا أن نقنع البرلمان العربي بأن يعقد جلسة في الأردن وجلسات للجان، وكان نجاحا باهرا لتلك الجلسة وذلك الانعقاد. شكرا. زميلة فاطمة فيشر. ما سمعت سبعين نائب عدد كافي لإكمال النصاب في جلسة في مجلس النواب، لكنه غير كافي للفت الحكومة لمذكرة نيابية مطالبات نيابية، مثلا منها مطالبة المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي. متى يتم مطالبة بإيش؟ طرد السفير الإسرائيلي. متى يتم أخذ بعين الاعتبار وبجدية مطالبات النواب المذكرة؟ أيضا ذكرت ذكرت الاستجوابات والأسئلة، العدد الكافي من الأسئلة والاستجوابات التي لم يرد عليها، شكرا. الحقيقة الأسئلة والاستجوابات وأيضا المذكرات أمام النواب، ما هذا برضو نرجع للعمل الفردي، أمام النائب أن يطرح الثقة إذا الحكومة لم تجيب على سؤاله أو على استجوابه، أو أمام المجلس كله أن يطرح الثقة إذا طالب بأي مطالبة ولم تقم الحكومة بتنفيذها. أمام المجلس أن يطرح الثقة، وأنت تعلمين والكل يعلم أن العمل الفردي دائما لا ينتج، يعني بدك تكون أحزاب متفقة داخل البرلمان على المواضيع الكبيرة اللي مثل هاي. شكرا. تم همسك مع زميل محمد الفارس هذا المتكف. وين محمد؟ هلا. منصور حبي خبيك للأخير. تحولنا في الجزات كل دورة عادية أو استثنائية أو غير عادية أن يكون هناك مرخص لعدد نسب الحضور والكفاءات النواب، لكن في هذا المرخص لا يوجد. نتركها لوسائل الرقابة، أنتم وسائل الرقابة علينا. لكن المكتب التنفيذي أصدر قرارات بخصوص النصاب، وكان هناك العديد من النصاب لن ترى فقدانا للنصاب منذ تلك الشكوى التي شكاها الرئيس بينه وبين زملائه، وعقد المجلس التنفيذي جلسة وتم التزام الكتل جميعا بالنصاب وعدم الخروج إلا باستئذان حسب النظام الداخلي، وسيعالج أيضا التعديل، منيح أنك ذكرتني، سيعالج التعديل موضوع تعديل النظام الداخلي، سيعالج موضوع النصاب معالجة حازمة ومناسبة بالنسبة للحضور تحت القبة. شكرا. عليك هذا السؤال؟ ما في مشكلة. معكم عليك وبرضوان من التلفون.
يعني مخاوف تصير معك احيانا في وتكليف في هذه الدوره، هل يمكن اطلاق على المجلس في هذه الدوره هو مجلس مهمات فقط كان لاقرار القوانين التي تم اقرارها خاصه من تدور الاطفال زي ما حكينا وزي ما الجميع لاحظ انه على الاقل اقل من الدورات الماضيه؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه تحكي عن موضوع الكتب، معليش كانت الكتب فعاله يمكن في الدوره الماضيه يمكن ساهمت في حتى وصول معاليك لرئاسة المجلس، ولكن السيد أنه تم يعني أنك تخليت نوعا ما على الكتلة، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا، الحقيقة الكتل يعني ما مع احترامي لكل الكتل ما كانش في قرار كتلة جماعي بانتخاب فلان أو عدم انتخاب فلان، اللي صار انه يعني بس الشعب زكوكم في كتلة الشعب اللي يعني كنت منها انا رشحوني، بس ما صار قرار كتل انه احنا بدنا نوقف مع فلان او نوقف مع المرشح الاخر، ما يعني ما بتذكر هيك انه في قرارات كتل. كان في اصوات يعني من الزملاء النواب من مختلف الكتل، يعني ما صارش قرار كتلة اجوا علي وقالوا لي احنا الكتلة الفلانية معك او احنا الكتلة الفلانية مع خصمك اللي بنافسك على الرئاسة. هذا جانب. شو السؤال الاول كان على ال مجلس ما يعني اذا كان مجلس مهمات ومهمات وطنية يشرفنا ان يطلق عليه ذلك، ما عندنا حرج من ذلك، لكن المجلس يمارس اعماله حسب الدستور وحسب النظام الداخلي. جتنا قوانين المنظومة السياسية وأغلبية المجلس مقتنعة بها وأقرتها، وهذا يسجل يعني أنا بعتقد إنجاز للمجلس وليس مثلبا عليه أنه يعني مجلس مهمات. وإذا كان مجلس مهمات وطني زي ما قلت لك يعني ليس عيبا، يشرفنا يعني. شكرا. شكرا على الرئيس، شكرا للزملاء، شكرا لكم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية.